في ضوء المساعدات الإنسانية الكويتية لمتضرري الفيضانات في السودان، توجهت قافلة مساعدات إنسانية محملة بمواد الإيواء والغذاء، حيث تشهد الأيام القادمة توزيعا في بعض الولايات السودانية. وتأتي هذه الحملات الإنسانية بتنفيذ من جمعية العون المباشر وبإشراف الجمعية الكويتية للإغاثة. بتنفيذ جمعية العون المباشر وبإشراف الجمعية الكويتية للإغاثة، توجهت الأحد قافلة مساعدات إنسانية محملة بمواد الإيواء والغذاء للمتضررين من السيول والفيضانات في عدد من المناطق الطرفية في الخرطوم، حيث تشهد الأيام القادمة توزيعا في بعض ولايات السودان. سيتم توزيع 593 سلة غذائية وإيوائية اليوم في محلية شرق النيل، في مواقع قرى الخيرات والمنارة والجردة، وغدا إن شاء الله سوف يتم توزيع 200 في محلية مدرمان، وبعد غد في محلية جبل أولياء في الأزهري وصوب الأراضي. الكويت من أوائل الدول التي لبت نداء الإنسانية عندما اجتاحت السودان هذا العام سيول وفيضانات غير مسبوقة، إذ سيرت جسرا جويا محملا بمواد الإيواء والغذاء، وأنشأت بإشراف الهلال الأحمر الكويتي مخيمات للعلاج وفصولا دراسية متحركة للذين فقدوا مدارسهم في الخرطوم وبعض ولايات السودان. نحن نشكر جمعية العون المباشر لاستمراريتها في دعم احتياجات الشعب السوداني من بعد الفيضانات القاسية التي مرت عليها. مواد الإغاثة هذه لاحتياجات سريعة تحتاجها السودان لعدة ولايات في ولايات مختلفة، ومثل ما ذكرت هي استمرارية للجسر الجوي من الطائرات التي وصلت إلى الخرطوم وكانت تحمل مواد غذائية وأدوية واحتياجات منزلية وأيضا بطانيات. الحكومة السودانية قالت إن دولة الكويت حاضرة بمواقفها الإنسانية في السودان حكومة وشعبا. ذلك الدعم الكبير الذي تمثل في الجسر الجوي الذي تم استلامه عبر مطار الخرطوم، وكذلك إقامة الكثير من المخيمات، مما كان له الأثر الكبير في تخفيف المعاناة على المواطنين. ومنذ إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية بسبب السيول والفيضانات، لم تتوقف دولة الكويت عن الوقوف مع المتضررين جراء هذه الكارثة الطبيعية منذ يوليو تموز الماضي. لم تثني الموجة الثانية من جائحة كورونا جمعية العون المباشر من الوصول إلى المتضررين من السيول والفيضانات وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، ما يؤكد اهتمام دولة الكويت بالعمل الإنساني. لتلفزيون دولة الكويت، أماني عبد الرحمن السيد، الخرطوم.